تذكر كنا صغار وكنا نحلم بالمستقبل؟ تذكر كنا نحلم مش نوليو طبة ولا رويد فضاء ولا أبطال؟ أما كانت الحاجة الوحيدة اللي نتصرف فيها هي كيفاش نراجعوا الامتحان اللي قبل علمي الموضوع. كنت صغيرة كنت نحلم برشا، نحلم مش نولي طبيبة ولا محامية ولا رقاصة ولا كاتبة ولا صحفية. وكنت نتخيل في عالم مثالي، عالم فيه برشا شوكولاتة برشا ديسانزانيمي برشا كتب. هذا بالنسبة لي كان العالم المثالي بتاعي. وكان المفضل بدل يظهر لي قريب برشا، كنت نتخيل اللي فيه ساعتها مش نكبر ومش نجم نحقق العالم المثالي هذا. عمري ما كنت نخمم كيفاش نبني. أنا كنت يعجبني نحلم به، وبعد شوية نقص على الحلمة باش نحاول نعمل اللي نزلني نعمل فيها على طول. وقد ما زدت كبرت، قد ما زدت ظهر لي المستقبل بعيد، قد ما زدت ظهر لي العالم أخي بوحدي، وظهر لي اللي هو بعيد ياسر عن اللي يكون مثالي على خاطر الشوكولاتة طلعت تصمت، الدسان زمني ولا فيهم برشا عنق الخليط، والكتب شكون مازال يقرا في الكتب؟ جوات كبيرة، أنا قريت في خزانة. ظهر لي المستقبل بدا بشوي بشوي، وظهر لي العالم سي برشا مش المستقبل. بورتو ديما كلنا اللي احنا جيل المستقبل، ديما كلنا اللي هي فيتور جينيراسيون ولا جينيراسيون دو فيتور. كلنا اللي احنا قاعدين نسمع المستقبل ننساو اللي شباب قاعدين يسمع في الحاضر. ننساو اللي شباب هو الاكسبير في تو سكي سوشيال ميديا، سايبر سبيس، في الموضوع نتاع الانفورماتيك، في التكنولوجيا الحديثه. ننساو اللي شباب هو اللي قاعد يغامر، هو اللي قاعد يخاطر، هو اللي قاعد يبادر ويجيب في جديد، هو اللي قاعد يدخل انيسياتيف. ننساو اللي الشباب هو اللي طالب، هو اللي طالب، هو اللي يغير، هو اللي بدل في وجه العالم وفي وجه البلدان السياسيه واقتصاديا وعلميا. ننساو اللي الشباب ماهوش جيل المستقبل، الشباب هو جيل اليوم، هو جيل الحاضر. اليوم كيما كل يوم نحاول باش نستفاد من وقتي ومن فكري. نحاول باش نرجع طفله صغيره تحلم بعيد من غير ما تضيع في حلمتها وتقعد تتذكر شنو لازمها تعمل كل يوم. نحاول ما نفكرش في المستقبل وما نفكر في اليوم، خاطر اليوم هو المستقبل. وكيما نحلم بعيد ونحاول نحقق حلمتي بشوية بشوية في الوقت، نحاول نعمل نفس الحكاية في مستنسخ بداية دور في روحي، خاطر أكثر حكاية نجم نحسنها هي حكايتي أنا قبل كل شك. كان نجم نبدل من روحي من روحي خير من اللي كنت امبارح، كان نجم نبدل في قرايتي في ثقافتي في داري في شخصيتي في عقليتي، نجم نشوف العالم قاعد يتبدل بشوية بشوية. في الوقت اللي فيه المجموعة هي اللي عندها المعلومة، هي اللي عندها السلطة، هي اللي عندها القرار، هي اللي عندها حق المصير. في الوقت اللي المجموعة الناس الجماعة هما اللي قاعدين يحطوا المعلومة ويوزعوها مش بركة يستهلكوها، المستقبل زاد تبني المجموعة مش بركة مش بركة لوحدي. أنا ما كيفاش نبني مستقبل مع بعضنا، ما كيفاش أنا نبني مستقبل مع غيري وقت اللي انا العالم المثالي نتاعي ما بين الشوكولاته وديسان زانيمي وكتب، والاخر العالم نتاعها ما بين سليسه وهمبرجر، والاخر العالم نتاعو ما بين ستور وافلام، والاخر العالم نتاعو ما بين فلوس. كيفاش نجمو نجاوبو بالثلاثات اللي الكل ونبنيو عالم المستقبل مع بعضنا؟ وانا نفهم في السؤال هذايا كتبت قصه هي بالعمر. هل نقرا معاكم؟ لعل فيها اجابه وإلا بدأت شوية السؤال. When I was born, I had blue glasses. My parents didn't worry because they also wear blue glasses. And when I got older and went to school, I found out that all children were wearing glasses, blue glasses. In fact, everyone in my family, my neighborhood, my city and my country wear blue glasses. My world is simply blue. Of course, in our country, we had no idea that sky exists. We didn't know where the beach ends and where the waves of the ocean are. Our country's flag is blue. Our nation's favorite color is blue. And our houses and pets are all blue. One day, I went to the park with my bulldog, Pantouche.
I'm sorry for reflecting and thinking about my life. I had the blues, so I didn't notice that my pets ran away and disappeared. I had to look for it, so I started calling it and following its footprints, blue footprints. Finally, I reached a land when my dog was sleeping next to a stranger. I got closer to get my pet when I suddenly realized that there was something wrong, something I've never seen or heard of, something that no one can imagine. The stranger had red glasses. I was scared, but I was 10 years old, and at that time I was still curious. I asked, "Who are you? Why do you wear red glasses?" The stranger answered, "I'm Ross. Why do you wear blue glasses?" That day, I spent hours and hours talking to Rose about my people who wear blue glasses. She found it funny, and she invited me to visit her people who wear red glasses. She told me that they don't know that they get injured when it happens because they can't recognize blood. And she confirmed to me that sky actually does exist. It's just too red. When it became dark and blue, I had to leave because I can't sleep outside. I said, "Thanks for finding my blue dog. See you soon." But she replied, "You mean your red dog?" That night, I didn't leave. I stayed, and I spent more time with Rose arguing which color is Pampouche. It was tiring and frustrating. I knew that she's so stupid because she doesn't know that the real dog's color was blue. I knew that she just thinks that it's red because she had red glasses. Finally, we agreed to let the dog decide. After all, the dog should know best what is color. We looked at my dog. It had no glasses. "Ah," said Rose,